أحيي جميع المغاربة وجميع الدول العربية وجميع المسلمين في كل بقاع العالم، وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الشيخ الروحاني الحج العلوي للأعمال الروحانية والتداوي بالطاقات والأعمال الروحانية في شتى المجالات وإلى غير ذلك. اليوم أستاذ ألتني عن القبول. القبول هو من الله سبحانه وتعالى، إذا أحبك الله أحب الناس فيك، ولكن لازم هناك تداوي الأسباب. الإنسان تيدير واحد الأسباب، تيحاول يدير واحد الأسباب، ماشي تنقول احنا الوجاهة يعني تيكون عند واحد الإنسان مقبول فين ما مشى تيتقداو ليه الغرضات ديالو. تنديرو حنا فقط واحد الأسباب من بعد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي تيدير القبول وكذا. فمثلا القبول تيدار في عدة أشياء، هناك من تكون ثقالة، والثقالة فهي غير حرام. الصحابي رضي الله عنه كان يكتب آية الكرسي ويحملها ابنه، يعني هادشي راه من عهد النبيين والصديقين كاين الحمد لله، ماشي تنقولو شي حاجة اللي ما كاينش. وكاين اللي تيديرو في الخاتم، وكاين اللي تيديرو في العطر، ولكن يعني اللي معروف عندنا احنا في العالم يعني وفي جميع يعني الدول هو ديال الخاتم. علاش؟ حيت ما تيموتش تيبقى يعني الاشتغال ديالو تقريبا مدى الحياة، تيكون خاتم روحاني. يعني شنو هو الخاتم الروحاني؟ نشرحوه، انك تتقرع عليه بعض الايات الربانية وبعض الاشياء الربانية، وتيكون البخور بلبان حر و مستكي، ويكون العود الحر ومرجان ولؤلؤ، هذه هو البخور اللي تبخر بهم باش يتكون واحد الخادم روحاني. والخواتم يعني على حسب الاحجار، الاحجار ماشي كامله، مثلا تطلق لاي واحد، مثلا كل واحد البرج ديالو شنو الحجر اللي تيمشي معاه. وهناك عده انواع، مثلا نوريكم بعض الانواع منها. مثلا هذا حجر سفير، هذا ازرق، وكاين السفير اللي بيض، وكاين ولني هذا من الانواع يعني النادره الغاليه الزوينه، وتيخدم هذا مع الناس اللي تقريبا مائيين. هذا شفت العبد، هذا حجر شفت العبد، تيخدم مع الناس الترابيين، الناس اللي ترابي تيخدم معه. نمشيو للسليماني، السليماني تيخدم مع الناري والهوائي بجوج. السليماني فيه عدة أنواع، هذا واحد من نوع ديال السليماني، وهذا حجر بركاني تيخدم غير مع الناري، هذا تيخدم غير مع الناري. هذا تيخدم هوائي وناري. كل انسان في هاد الدنيا هادي، كل واحد شنو الحركيه ديالو، كاين الهوائي كاين الناري كاين الترابي كاين المائي، يعني هادو هما الاشياء اللي كاين، كل واحد شنو الطبع ديالو. حتى في الخدمه الروحانيه ما يمكنش غير تجي وتخدم، خصك تعرف الطبع ديال الانسان وشنو الطبع اللي غتخدم عليه، واش هوائي واش ناري او مائي او ترابي. كذلك حتى في الخواتم، ماشي مثلا واحد ترابي وغادي نعطيه مثلا واحد الحاجه اللي هي الهوائي، ما يمكنش، ما غاديش يتفاعل معاه الحجر، وما غاديش يتفاعل معاه داك الخادم ديال الروحاني ديال الخاتم، ما يتفاعلش معاه. نهضر بالدارجه باش يفهموا الناس اللي ما تيتزوجوش، اللي متقفين عن الزواج. ان كاين الناس متقفين يعني على الزوجه ديالو، تتلقاه معاه ما يقدرش يجي معاه في الفراش. تنداوي تنحيدوا الناس اللي عندهم السحر، تنديروا جلب السحر، تنديروا القبول، تنديروا ازاله العوارض والاسحار،
وإلى غيرها من الأعمال الروحانية. شي واحد مثلا عاوتاني مشات عليه الزوجة ديالها وجاب لي الكاغيط ديال الزواج، يعني ترد ليه الزوجة ديالو بما يرضي الله بداكشي، يعني رباني. شي واحد عاوتاني، أو شي واحد عاوتاني مشى عليها الزوج ديالها تجيب لي الكاغيط باش نشوف واش هي مزوجة بها ولا لا، باش حيت ولاو كاين هناك، كاين شي وحدات تيمشيو ويشدو داكشي ديال التصاور ويجيبوه من الانسان ويبدا يخدم. لا، حتى تشوف الكاغيط ديال الزواج عاد تخدم. علاش؟ باش تكون واحد الحاجه متاكد منها، انت غير تدير واحد السبب. ايوا، هادو هما الاعمال الروحانيه اللي تنديرو. كاين بعض المحلات مثلا اللي تنخدموهم، لا في كازا ولا في وجده ولا في طنجه، ولا تيفتحوا بعض المحلات جداد، تنمشيو تنديروا لهم الواجهة، يعني باش يكونوا مقبولين وتكون الأشياء ديالهم كاملة مزيانة وما يلقوا حتى شي مشكل في المحلات ديالهم، ويكونوا يعني مروجين. هادو هما الأعمال. كاين الخواتيم تنبيعهم للناس يعني، وتنشوفوا الطاقة ديالو. هو كاين اللي تيكون مسكين يعني عنده مشروع أو يلا بغي يبدا مشروع، فتنبيعوا ليهم هاد الخواتيم هادي الروحانية، تنبيعوها ليهم تيدعموا بها المشروع ديالهم، او تيدعم بها النفس ديالو، تيلقى واحد القبول يعني عند الناس، تيكون واحد الانسان مقبول، واي حاجه يعني بغاها يعني في الاداره او اي حاجه تيقضيها بجهد الله باي مشاكل واي عراقيل. الخواتم يا استاذ موجوده يعني، وكاينه بالبراهين، داكشي براهين. الخاتم خصك يعني تعطي للانسان البرهان ديالو، وهادشي راه معروف، راه تيقولك هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. حنا الخواتيم ديالنا يعني معروفه، ومعروفه على الصعيد العالمي، كره من كره واحب من احب، معروفه. وتيتصاوب الخواتم ديالنا، راه كاين تنصيفطوه لاوروبا، تنصيفطوه لامريكا، كاين اللي تيمشي لتركيا، كاين اللي تيمشي للسعوديه، الامارات، يعني شتى البلدان. الخواتم على حسب الطلب ديال الانسان. كاين الخواتم اللي تتبدا ب4000 درهم، كاين 5000 درهم، كاين خواتم اللي تتوصل تقريبا ل20 مليون، كاين الخاتم اللي تيوصل ل20 مليون و30 مليون. خاتم تيسوى القيمة ديالو 20 مليون و30 مليون، خاتم واحد. وكاينين خواتم ديال يعني على حسب حتى الأحجار. كاين خاتم اللي تصاوبو ب2000 درهم، 3000 درهم، 4000 درهم، 5000 درهم، ولكن انا تنقولك يعني الحد الاقصى يعني الاقصى يعني هو تقريبا حتى 30 مليون. اي واحد ان شاء الله بغى يشري اي خاتم يتصل بينا، ومرحبا، حنا عند الخدمة ان شاء الله. غادي يجي لعندي ونكشف عليه، ربما يكون فيه شي عارض ولا، حيت ما يمكنش نعطي غير الخاتم هكاك، خصني تنشوف، حيت الا كان فيه شي سحر او شي حاجة الخاتم ما غاديش يخدم ليه، خصو من بعد حتى نشوفو واش عنده شي سحر او حاجه نحيدو، وديك الساعه نعطيو الخاتم باش ديك الطاقه اللي عطيناها الروحانيه ديال الخاتم تخدم معاه وتفعل معاه، ويعني يشوف واحد البرهان اللي هو صادق ليس كاذب. اشترك الان في قناه اشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.